خليه يفتح باب بين غرفته والغرفة اللي جنبه، واحدة بنعملها للقعدة وواحدة بنعملها للنوم. شوفي، ما بعرف، رح جن بجيب ربطة الخبز باكل منها رغيفين برجع بلاقيها رح تخلص. الزعتر نفس الشي، السكر، الكولا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ومركبة 4 قفولة للباب وما بتتركي غرفتك لتقفلي وراكي، كيف هيك؟ ما بعرف، بس على رأي أم عبدو قال هذا جني، وهي قرت لي عليه بس ما قدرت لأنه جني من الجن الطيار، يعني بده شيخ. يا لطيف، جني طيار فرد مرة؟ ايه هيتك ما قليلة يا وردة. وردة، ليه ما بتقول لأبو رياض يغير لك الغرفة؟ ما بيمشي الحال، لأنه على قولتها أنه هذا بينتقل معي من غرفة لغرفة. يعني رجله فوق رجلك. ايه. اي طب ما دام هيك قاسمك الأجرة الغرفة. وردة، لا يروح يأذيكي. ليش بعرفني؟ يا أمي، ليك كيف أشعر بدني؟ يا أمي. يا ستي، على القليلة إذا عرف شو بيشتغل ما بيهرب، متعود على الجو. بالعكس، بجوز يلزق. وهيك تحكي مع حالك بصوت عالي. والمصيبة إذا طلع بغار من غير شي حبيب قلبك مشحر، يقوم ياكل له كم حجر براسه بدون ما يعرف من وين عم يجي الضرب. وردة، أنت ما حبيتي قبله لمحمود؟ بلا، حبيت لما كان عمري 16 سنة. إيه ومين حبيتي؟ ابن جيراننا، هو كمان حبني بس ما قلنا لبعض. وليش ما قلتوا؟ ما لحقنا. قبل ما صارحه ويصارحني اجتمعت أمه مع أمي بعزا، عرفت شو بتشتغل. هو كان فكرنا بشتغل معمل تريكو. وتركك؟ بالتلاتة. الله لا يوفقه. صار لما يشوفنا بهالحارة يتكهرب مثل كأنه شايف حدا من هالعينتين اللي ملازمني. وردة، لا يروح يأذيكي. ليش بعرفني؟ يا أمي، ليك كيف أشعر بدني؟ يا أمي. يا ستي، على القليلة إذا عرف شو بيشتغل ما بيهرب، متعود على الجو. بالعكس، بجوز يلزق. وهيك تحكي مع حالك بصوت عالي. والمصيبة إذا طلع بغار من غير شي حبيب قلبك مشحر، يقوم ياكل له كم حجر براسه بدون ما يعرف من وين عم يجي الضرب. وردة، انت ما حبيتي قبله لمحمود؟ بلا، حبيت لما كان عمري 16 سنة. ايه ومين حبيتي؟ ابن جيراننا، هو كمان حبني بس ما قلنا لبعض. وليش ما قلتوا؟ ما لحقنا. قبل ما صارحه ويصارحني اجتمعت أمه مع أمي بعزا، عرفت شو بتشتغل. هو كان فكرنا بشتغل معمل تريكو. وتركك؟ بالتلاتة. الله لا يوفقه. صار لما يشوفنا بهالحارة يتكهرب مثل كأنه شايف حدا من هالعينتين اللي ملازمني. وردة، شبك؟ ما بعرف شو صاير لي هاليومين، كتير عم تذكر أمي الله يرحمها، اشتقت لها كتير. يا علي، خلص خلص مشان الله، الله يرحمها الله يرحمها. تعي لقلبي، تعي تعي لقلبي. خلص وردة، لا تبكيني. ضايع مفتاحي وجامر لسه ما اجا. Thank you.
لحظة، انت لساتك بنات؟ شبك؟ معقولة انت لساتك بنات؟ ايه شو يعني غلط؟ كلام مو غلط، حلق حريشك يا ولدي. جد انت حدا غريب. ليش يعني انا حدا غريب؟ عمرك 36 سنة ولساتك بنت. أصلاً إحنا ما لازم نضل قاعدين هون لحالنا، واللي عملناه كله عيب وحرام وما بيجوز، وإذا نشفوا ثيابك قوم احمل حالك والبسهم، ما لازم نكون لحالنا. وردة حبيبتي أنا ما قصدي. لا حبيبتك ولا بطيخ مبسمر، قوم انقلع على بيتك. طولي بالك وطي صوتك، أنا آسف عن جد مو قصدي. وردة أنا مرطان. لسا بطنك عم يجعك؟ ايه. وخروجك؟ مثل المي. هذا شكله أخذ برد من نومي على البلاط، ولازم له دواء سهال. انت ما تجيب شيء، انت روح على بيتك. لا 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 معلش، اجيب له كيس كعك ودواء وبتعمل له شاي بدون سكر بيمشي الحال. معك مصاري؟ ايه معي. شو اكلت بالمطره؟ وين رايح؟ رايح على الصيدليه. اذا بدك انسولين شبت تعب. لا لا عندي عندي. لكن ليش رايح على الصيدليه؟ بدي اجيب دواء للحمضة، عم بتضايق بالليل. روح غير ثيابك قبل ما تاكل لفرضة. روح. انت شلون فت على قطي؟ يوم عرسك نزلتوا كلكم ونسيتوا الباب مفتوح. انت ليش تركت المخيم واجيت لهون؟ لانه خالي عم بيضربني. عم يضربك؟ وعم يلي انزل اشحد بالطريق مع اولاده. بس انا ما بدي صير شحاد، بدي ارجع على المدرسة. وامي وابي واخواتي ماتوا، بس أنا ما صار لي شي لأنه كنت ببيت ستي. بعدين إجا خالي وهربنا معه لهون. وأمك وأبوك وينو؟ ما قلتلك ماتوا؟ أي عفواً ما تأخذنا. أي أي قوم 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 لحق حالك قوم.
مين؟ أنا محمود. أنا آسف. شو وين مفتاحها؟ بعرف يمكن نسيته على الطاولة بالقهوة. اسحب على الضهر يا زلمه. لك وين كنت لما شفتك رايح على الصيدلية؟ عند وردة. شو عم تعمل عند وردة؟ ولا شيء. جيت قبلك بخمس دقايق يمكن. شفتها هون بالكوريدور عم تلاطش تحكي حالها. بدها دواء عم ترجع جبت لها اياه. هي ليش شو بها؟ ما بها شيء. في عندها ولد طلع متخبي له كذا يوم تحت التخت وهي ما عرفانه. حرارته مرتفعه وهيك. ولد؟ ايه ولد عمره شغله 7-8 سنين تقريبا. لكن ليش قلت لي انك رايح تجيب دواء حرقه؟ ليكو بدك؟ لا ما بدي، ما معي حرقه. هذا محمود خطيبك؟ لا مانو خطيب. وليش ما بيحب البنات؟ ومين قالك انه ما بيحب البنات؟ ما شفتي كيف صار يضحك عليكي لانك بنت؟ بدي روح الحمام. قوم قوم قوم. أهلين وردة. فوتي. ما فيني طول منشان الولد. صحي شو أخباره؟ كيف صار؟ ما نايمني كل الليل. حرارته ما نزلت للصبح، كأنه هذا الدواء ما عم بيأثر فيه. احكي مع أبو رياض خليه ياخذه على المستوصف. ولا ناوية تخليه عندك؟ ما فيني خليه عندي، ما بقدر. أنا بحالي مو مخلصة، لسه بدي أنبلى بولد. بكرة أول ما تنزل حرارته رح رجعه على المخيم. شو هذا اللي سويته امبارح؟ عن شو عم تحكي؟ بتعرف عن شو عم بحكي؟ ايه روقي روقي، طولي بالك وما بدك الا العصبية. فوتي نشرب شي، فوتي. ما بدي فوت. وهلا بدك تقلي اللي صار امبارح بيناتنا شو معناته بالنسبة لإلك؟ ولا شي. لحظة حلوة عشناها نحن الاثنين برات كل هالبشاعة اللي عايشينها. ما كملت هلا، بعدين يمكن تكمل يمكن لا. بهالحدود لحظة حلوة ما في داعي نحكي فيها كثير حتى ما تنتزع. وما بدك لها العصبية ولا شيء. انت متعود تسرق هيك لحظات ما لها قيمة عندك مع حي الله وحدة؟ لا لحظة، انا ما قلت ما لها قيمة عندي وما قلت انك انت حي الله وحدة. اساسا انت فاجأتيني. لهلا ماني مصدق انه لساتك بنت. على كل أنا آسف، برجع بكرر أسفي إذا ضايقتك. ما فهمت إنه شو يعني هلا بروح وياي بشو ما علي ولا بروح وياي بشو ما عليك؟